دخل الجيش الوطني المدرب جبهة القتال لأول مرة صباح اليوم وقطع خط الإمدادات لميليشيات الحوثي في جبهة الجفينة بمأرب، وسيطر في الساعات الأولى من المعركة على عدد من المواقع والتباب في جنوب غرب المدينة. هذا وذكر مصدر عسكري عن انطلاق عملية برية واسعة في مأرب لدحر ميليشيات الحوثي من المحافظة، مؤكدا أن ساعة الصفر لمعركة الحسم قد بدأت لتطهير مأرب والجوف وصعدة والعاصمة صنعاء. وبالتزامن مع ذلك، فقد تواصل تدفق التعزيزات العسكرية المقدمة من دول التحالف اتجاه محافظة مأرب، كما ارتفعت وتيرة العمليات التدريبية المكثفة لمنتسبي الجيش الوطني في منطقة العبر بمحافظة حضرموت. في تعز استشهد 6 مدنيين بينهم امرأة وطفل، وأصيب 7 آخرون بجروح مختلفة في قصف عشوائي لميليشيات الحوثي على أحياء البعرارة ووادي القاضي وعصيفرة. قتل 20 مسلحا حوثيا خلال الساعات الماضية في اشتباكات عنيفة مع رجال المقاومة الشعبية بمديرية حزم العدين بمحافظة إب، وتوعدت المقاومة في بيان لها القيام بتنفيذ مزيد من العمليات ضد ميليشيات الحوثي في المديرية. عاود طيران التحالف قصف عدد من المواقع التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء، من بينها جبل عطان ومعسكر الحفا وقاعدة الديلمي وجبل النهدين. هذا ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر في القوات المشتركة باليمن قوله بأن قوات التحالف رصدت أكثر من 500 هدف عسكري مباشر لقيادات موالية للحوثي والمخلوع، وهي عبارة عن منازل ومكاتب شركات وبعض الفنادق والشقق يعتقد أنها غرف عمليات تحتضن اجتماعات وتؤوي مطلوبين وتخزن فيها أسلحة. أقر اجتماع مشترك برئاسة الرئيس هادي ونائبه خالد بحاح عدم المشاركة في أي مفاوضات مع ميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية قبل اعترافهم بالقرار الدولي 2216 وتنفيذه دون قيد أو شرط. هذا واعتبر مصدر رفيع بالمجلس الأعلى التنسيقي للمقاومة بتعز أن المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة هي عملية إنقاذ أممية لميليشيات الحوثي وصالح من هزيمة قاسية على يد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.